ومن الحدود الشمالية الإسرائيلية ينضم إلينا موفد الحدث رائد الأخبار. مساء الخير رائد، إذن آخر المستجدات معك. نعم إنجي، ربما يعني نبدأ بآخر التطورات والتحديثات، وهي الرشقة الأخيرة قبل 10 دقائق تقريبا من جنوب لبنان. أطلق حزب الله 15 صاروخا وصلت إلى مناطق عكا وصفد ومحيطها في الجليل الأعلى، 5 صواريخ وصلت إلى صفد ومحيطها. قال الجيش الإسرائيلي أنه أسقط صاروخين منها و3 سقطا في مناطق مفتوحة أو متفرقة، بينما 10 صواريخ وصلت إلى مناطق مختلفة في الجليل الأعلى. كذلك الدفاعات الجوية اعترضت بعضها والبعض يسقط في مناطق كما يقول الجيش بأنها مفتوحة. ليست هنا أي أنباء حتى الآن من الإسعاف الإسرائيلي عن أي إصابات في الرشقة الأخيرة. سبقتها رشقة وصلت إلى خليج حيفا. تصعيد مستمر باختصار. الجانب الإسرائيلي أيضا يقصف باستمرار بالمدفعية، ضربات مدفعية مستمرة وإن كانت متفرقة ما بين 10 دقائق وربع ساعة، لكنها مستمرة منذ الصباح الباكر. كما أن المقاتلات الإسرائيليات تجري طلعات وغارات على جنوب لبنان. أيضا الجيش الإسرائيلي أعلن كما أسلفت عن قتل قياديين في حزب الله، وأنه أيضا تم اعتقال حسب ما يقول الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية إنزال واعتقل أحد القادة الكبار في حزب الله في منطقة البطرون، وأظهر ذلك بفيديو يعني تتناقلها وكالات الأنباء. الأهم لكن لم تظهر أي معلومات جديدة في الإعلام الإسرائيلي حول هذه العملية حتى الآن. كان هناك إعلان من إحدى الصحفيات في القناة 12 تحدثت عن هذه العملية، لكن لم تسهب بالحديث عنها، أعطت أنباء أولية، وننتظر في الساعات القادمة ربما يكون هناك إظهار فيديوهات حديثة، أو لكن هناك فيديو ظهر متداول عن هذه الحادثة وكيفية اعتقال هذا القيادي من حزب الله. بالعموم الحدث الأهم والأبرز إنجي كان هو الوصول إلى تل أبيب الكبرى، أكثر من 100 كيلومتر. 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان وصلت إلى منطقة يقول حزب الله بأنه استهدف موقع عسكري، لكن الدفاعات الجوية أو الجيش الإسرائيلي قال بأن دفاعاته أسقطت صاروخين، والصاروخ الثالث سقط على أحد الأبنية في منطقة الطيرة، مدينة الطيرة، وهذا يعني أنه أسفر عن إصابة 19 شخصا، منهم 4 في حالات متوسطة، ليست هناك حالات خطيرة. لكن استمرار الإطلاقات أصبحت نوعية. مسيرات أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض 3 منها قبل دخولها إلى الأجواء الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، وتبنت هذه العملية قوى عراقية، تبنت إطلاق 4 مسيرات، الجيش الإسرائيلي قال عن 3 فقط. لكن باستمرار من جنوب لبنان دخلت مسيرات و3 مسيرات أو سرب من المسيرات منذ الصباح الباكر. قال الجيش الإسرائيلي بأنه أسقط 1 والثانية سقطت من ذات نفسها، وكما أسلفت في مقدمة التقرير بأن إحداها وصلت إلى أحد المصانع في محيط منطقة عكا. بالفعل هناك تصعيد كبير من الطرفين، من الجانب الإسرائيلي ومن جانب حزب الله، لكن القناة 12 مجددا تقول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات كبيرة في جنوب لبنان على امتداد الشريط الحدودي وأكمل مهمته، وهو في صدد الانتهاء من المرحلة الأولى من العملية. ربما أن هناك مراحل قادمة، لكن لا أفق سياسي حسب المراقبون لهذه العمليات العسكرية، لأن التصعيد مستمر. ربما أن أعداد القذائف والصواريخ انخفضت التي يطلقها حزب الله، لكن أصبحت تطلق صواريخ استراتيجية نوعية باليستية تصل إلى مناطق تصيب أهداف بعينها، إن كان في يعني تل أبيب الكبرى. تحدث عن أكثر من 100 كيلومتر وصولا إلى مناطق فيها تجمعات عسكرية. سنبقى في متابعة معك دائما من الحدود الشمالية الإسرائيلية. كنت معنا موفد الحدث رائد الأخبار، شكرا جزيلا لك.